عن المقبرة فعلا 157 من نبع الأصبحاء من الدولة الحديثة، والعالم كله انبهر بالمقتنيات الأثرية اللي طلعت من المقبرة. زملائي بيها في الوزارة قالوا لي احنا كمان في خلال أشهر طويلة هنعلن عن كشف مقبرة أخرى. خليناهم ياخدوا الوقت اللي هم محتاجينه في الشغل. النهاردة هنعلن عن كشف مقبرة أخرى اللي هي الباب ورايا اللي مكتوب عليها كامب 390، من غير الأثريين كامب دي عليه آثار ألمانية عملت كتاب رقم فيه مقابر.